تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أهلا وسهلا بمستمعي إلى فاضل، مستمعي ذات الحياة فهم القيروان للصحة، في برنامجكم المفضل هل تعلم. هو هذا البرنامج الذي ما فتئ أنه يتكلم في عدة مواضيع علمية معرفية صحية، ويستضيف هذا البرنامج بطبيعة الحال مختصين في عدة مجالات، ومن بينهم ضيفنا اليوم الدكتور رضوان الصدفي. مرحبا سيد دكتور. سيد الدكتور، أهلا وسهلا بك أستاذنا الفاضل سي الأزهر، وأهلا بمستمعيك الكرام لهذه الإذاعة الكريمة لحياة فهم. نورتنا دكتور في هذا في هذا البرنامج هل تعلم، والموضوع الذي سنتناوله اليوم هو في الحقيقة الموضوع بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الآية أشارت إلى مسألة أساسية وهامة في حياتنا وهو الماء. بدون ماء لا يمكن بحال من الأحوال أن يقوم الكون وما فيه. الماء في أبداننا، الماء في أطعمتنا، الماء في شربنا، الماء في نباتاتنا، الماء في أرضنا، الماء في بحارنا، الماء تقريبا في كل ما خلق الله سبحانه وتعالى. نظرا لأهمية هذا الموضوع صادفناك دكتورنا، وأنت بطبيعة الحال لك باع ويعني مجال في هذا الإطار، نريد أن نستفيد مما لديك من علم في هذا الإطار، فلتتفضل دكتورنا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلت أستاذنا، هذه الآية وهي معجزة من معجزات القرآن التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فربط الإيمان بهذه النظرة، بهذا التفكر في خلق الإنسان. يعني والآية تقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني أن مصدر كل الكائنات الموجودة هو من الماء، مش فقط هي تحتاج إلى الماء، لا، هي جات من الماء. وخلق الله كل دابة من ماء، فالمصدر الحياة هو الماء، والاستمرار الحياة هو الماء. يعني حاجتين اثنين، المصدر هو الماء، نعم، والحاجة ولتكون الحياة تستمر لابد من هذا الماء. والكائنات كلها كما تفضلت وقلت، من إنسان، من حيوان، من نبات، حتى من الجماد يحتاج إلى الماء. ونحن بالطبع سنختص للإنسان، نعم، الذي كرمه الله سبحانه وتعالى. فعندما ننظر إلى جسم الإنسان نرى أن 70% من مكونات الإنسان هي ماء. ونحب نزيد ندقق أكثر، أنه داخل الإنسان الدماغ متاعنا اللي هو معناها الآلة الأساسية التي تسير البدن كله، 75% منه ماء. الكبد متاعنا 96% من تكويناته ماء. الكبد وما أدراك ما الكبد ووظائف الكبد في جسم الإنسان. 80% من الدم الذي يدور في عروقنا والذي هو يسبب التغذية والحياة لكل خلايا الجسم، 80% منه ماء. العظام اللي يغزو الإنسان، العظام يقول أي حاجة شايحة، هو لا، 22% منه ماء. فكل الخلايا تحيا بالماء وتحتاج إلى الماء. ولذلك هذه نقطة هامة جدا، وسنرى المشاكل التي تنجر عن عدم شرب الماء، وهذا هو الأصل اللي احنا مش نوصلوا له. إذا كان كل شيء هو بالماء ويعيش بالماء، فلا بد من أن تكون علاقتنا مع هذا الماء، مع هذا المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وهو رحمة، أن نكون أصدقاء لهذا الماء.
عندما نقول أنه نحن أصدقاء لهذا الماء يلزم نعرف كيفاش نشرب الماء، يلزم نعرف وقتاش نشرب الماء، يلزم نعرف أنه هالماء هذية هو حاجة أساسية لنا نحن. وأنا هنا نحب نقول ما بين قوسين أنه لابد من حمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. هذه نعمة دكتور. أنا مش نستوقفك شوي. تفضل. علاش؟ لأني فعلا يعني أجد نفسي أمام معلومات دقيقة جدا فيما تذكر، وهي معلومات علمية، أن يعني الدماغ يتكون بهذه النسبة الكبيرة يعني من الماء، وكذلك الدم وكذلك العظام. هذا يذكرني بأي قرآنية أخرى يعني يجد نفسي يعني أمامها، وهي قوله تعالى وكلوا واشربوا، يعني يضيف إلى الأكل الشرب، وهنا الشرب بطبيعة الحال ربما أنه بالأساس هو ماء، يعني الآية تتوجه إلى الماء، ربما يكون شرب آخر، وربي سبحانه وتعالى عنّا من الأشرب ما عنّا ما شاء الله. نعم سنرى لاحقا ذلك. لكن المسألة اللي تو مش نسأل فيها، أنه أنا في الأثناء وأنا يعني أستمع إلى حضرتكم في مسألة الدماغ وما يتكون يعني من ماء تقريبا 75% هكاك نعم 75% من الدماغ متاعنا ماء. نعم احد الاقارب كان قد يعني اقيمت عليها عمليه على يعني على راسه، فالطبيب نتاعه المختص يقول له ما عندك حتى دواء الا انك تكثر من شربان الماء، ما عطاش حتى دواء. هنا ذكرتني يعني بهالحاله هذه، يعني كيفاش انه الماء يلعب دور كبير في انه. وهذا مساله اخرى زادة ذكرني بانه الرسول صلى الله عليه وسلم وربي سبحانه وتعالى اش قالوا؟ قالوا اسجد واقترب. الرسول صلى الله عليه وسلم يامرنا باطاله السجود والاطمئنان في السجود، باش انه الدم انه يوصل للعروق للدماغ. المهم انه اللي حاشي به انا تويك المشترك زل عليه، كيفاش انه الماء يلعب دور كبير في انه كي يوصل يعني ينشطك العروق نتاع الدماغ نتاع الدماغ، واللي هما الناس يعني اللي يسمعوا فينا وخيانا اللي يسمعوا فينا في حاجه الى هذه النصيحه. ثم شكون ما يشربش ماء خلاص؟ هذا 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 غلط. فهمت؟ تفضل. يعني هو ديما نرجع للايه عندما يقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني الحياه في حد ذاتها لا تستمر إلا بالماء. من غير ماء يمكن أن تقف الحياة. نأخذ مثال بسيط وهي تشوفه الناس الكل، النبتة حبس عليها الماء، أي نبتة توا تشوف في وقت وجيز جدا النبتة هذيك مش تذبل مش تشيح، وفي الأخير مجالها الموت. شنو اللي ينقصها؟ الماء. يمكن ينقصها عدة أشياء أخرى، يمكن يقع لها بعض الاضطرابات، لكن إذا كان ينقص لها الماء فالحياة متاعها مهدة. وقفت بكري على الحمد لهذه النعمة، وأنا نقول الإنسان الفطن، الإنسان اللي ماهوش غافل، وقت اللي ياخذ كاس ماء ويشربه لابد أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وهنا نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي سقانا ماء حلوا باردا برحمته، ولم يسقنا ملحا أجاجا بذنوبنا. فهذه النعمة التي خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان، وقال أن كل شيء منها والحياة لا تستمر إلا بها، فهي مكون عظيم جدا. والمطلوب منا نحن أن نكون أصدقاء لهذا الماء. هات نشوفوا مع بعضنا سي الأزهر ما هي المتاحف التي يمكن أن تحصل للإنسان عندما لا يشرب الماء بالكمية الكافية، عندما وهذا تو مش نرجعوا له فيما بعد، شنو هي المشاكل اللي يمكن تحدث للإنسان عندما لا يفي بالكمية وبالكيفية الكافية لشرب الماء. دكتور هذايا يعني هذايا هام جدا ومهم جدا لمستمعينا. نخرج فاصل ثم نعود، وبطبيعة الحال يعني نذكر فيه ما نذكر من نصائح لمستمعين. نخرج فاصل ثم نعود، فلا تذهبوا بعيدا. هل تعلم
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا والعودة أحمد مستمعي الأفاضل مستمعي ذات الحياة فام القيروان للصحة في برنامجكم هل تعلم مع دكتورنا الفاضل السيد رزوان الصدفي في الآية القرآنية وما أدراك من قوله تعالى واجعلنا من الماء كل شيء كل شيء حي. دكتورنا الفاضل أنا مش ننطلق من قولة لأحد العلماء وأنت يعني تفيد فيها الحديث وما عندك أيضا. أحد العلماء يقول إذا كان الأكل ثلاثا فيصعب أن يمرض الإنسان أو يقل مرضه على الأقل. قال ثلث للماء وثلث للهواء وثلث للأكل. يعني هنا نفهم وأنه في تنظيم عملية الأكل وهي يعني فيها ثلث فثلث للماء. يعني الماء حاضر في واضح. يعني إذا لم يوجد الماء بالكيفية الكافية وبالكيفية التي لابد منها وستذكرون ذلك يعني في حديثكم ربما يعني يتعرض الإنسان إلى عدة أمراض ليس كذلك؟ وهذا ما سنراه الآن. نعم. شنية المتاعب وشنية المشاكل اللي يمكن تقع من قلة شربان الماء. اعتادت الناس وهذا متداول وتعرفوا كثير من الناس وقت اللي إنسان يشكي بكلويه اما حرقان في البوله والا وجايع والا الام هذاك ما يشربش برشا ماء. هذاك ما يشربش ماء يا سيدي. مش فقط المجاري البوليه والمسالك البوليه والجهاز الكلوي هو اللي يسحق للماء. من جمله فما مشكله كبيره ياسر تعترض لها الناس وهي الصداع وجيعه الراس. يا ناس فهموني مليح، راهي وجيعه الراس في اغلب الاحيان الى ما نقولش انا 95% من حالات وجيعة الراس السبب متاعها هي قلة تناول شرب الماء. وهذا اللي يخليني نمشي الى العادات السيئة اللي خذتها الان كثير من الناس، هو انه وجع راسه يمشي طول للحربوشة يشربها. وهذا موجود في عدة حالات نجم نقول نسبة كبيرة من الناس اللي بد كل يوم باش يشرب. إذا مش يحربوش راهي اثنين، إذا مش هم اثنين راهم ثلاثة. من الدواء متاع وجيعة الرأس اللي هو الباراسيتامول والناس الكل تعرف. يعني اللي يسمعوا فيه الآن راهم يقولوا إيه والله صحيح، إحنا قاعدين وجعوا راسه يمشي طول للحربوش. يا ناس وجعك راسك لأنك أنت ما تشربش الكمية الكافية متاع الماء. اتأكد من هذا. وما نراه ادخل للصيدليات أول حاجة تعرضك هي هالأدوية متاع وجعة الرأس وتلقاها دي ستوك دي ستوك. امشي شوف الوصفات متاع الطب وانا منهم، علاش نكذب على روحي؟ موجود يعني قل ولا ضر أنا ما تكتبش هالباراسيتامول لمريض، لانه اي مريض مش يحكي لك على معدته على كذا على كذا لابد عنده شويه الام في بلاصه من البلايص وخاصه في الراس. فكثره استعمال الدواء هذايا خايبه ياسر، عندنا انعكاسات مش باهيه. ثم حاجه اخرى نحب تفهمني فيها الناس، في لو كان الدواء هذايا يبري ما راهو من الحربوشه الاولى برا وانتهى الامر، علاش مجبور باش يعاود غدوه ويعاود غدوه وبعد غدوه وهلم جرا؟ حتى وليت انا قلت لك الناس اذا كان وخاصه النساء حل السكان نتاع اكثريه النساء لازم تلقى كعبه باراسيتامول ولا تلقى كعبه معناها بانادول ولا 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 ولا. بينما الصداع السبب نتاعه وجيعه الراس هي قله شربان الماء. انا ننصح خياني لو كان يرجعوا لشربان الماء وتو نحدثهم كيفاش يشربوها الماء هذايا وشنية الكمية اللي يجب يشربوها، انا نأكد لهم انه وجعة الرأس هذية وكثير من الآلام تمشي على روح. دكتور والله انا بيدي معناتها يعني تفاجأت، انا بيدي يعني شخصيا تفاجأت انه وجعة الرأس هي يعني ناتجة عن قلة شرب عن قلة شرب الماء. انت تقول لي 75% من الدماغ نتاعنا يمشي بالماء. تغذية الماء. فما طبيب انجليزي يقول انا مانيش نشوف المرضى، لا انا نشوف العطشة، انا نشوف الناس العطشانة.
انا نشوف الناس العطشانه. يعني اي مرض تنجم تتصوره انت في بالك، اتاكد ان قله شربان الماء عندها دخل فيه. وسنرى بال 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 عضو عضو عضو. حاجه اخرى اللي هي زادة منتشره تولات عند الناس هي قله التركيز. قله التركيز، ضبابيه في التفكير، وهذا انا قاعد نلاحظ فيه عند كثير من الشباب خاصه. الشباب ما عادش عنده التركيز اللي 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 يلزم يكون عليه، وهذا سبب من قلة شربان الماء. ينعم صغيرك ولا ولدك ولا التلميذ اللي عندك اللي تلقاه مش مركز في التفكير متاعه، اللي تلقاه ما عندوش هكا وضوح في الرؤية متاعه في التفكير متاعه، شوفوا اشني الكمية اللي يشربها من الماء، عودوا على شربان الماء. انا اقول للامهات وللاباء خاصة ايامات الامتحانات، يتفكر اولادهم مش بكعبة يا غرت وما نعرفش شنو وما نعرفش شنو، لا، يفكروهم في الماء، قل له اشرب الماء، تلقاه يراجع يمشي يجيب له كاس ماء، تو نشوفوا الماء كيفاش يمكن تعطيه. اتاكد انه وقت اللي يشرب الماء راهو مش يولي يركز خير، راهو مش يولي عنده وضوح في التفكير متاعه وفي الرؤية متاعه. مستمعينا الافاضل، مستمعي ذات الحياة اف ام، هذه نصيحة ثمينة ونفيسة جدا من دكتورنا الفاضل لأنفسنا جميعا ولأبنائنا، هي أن نشرب الماء لأنه يساعد بدرجة كبيرة على التركيز وعلى الاطمئنان النفسي، وربما حتى أنه يشفي من عدة أمراض متنوعة كما كان يذكر الدكتور. الحصة هذه حصة ثمينة جدا مع دكتورنا الفاضل، هناك أشياء علمية فعلا يعني كنا نجهلها ووقفنا عندها اليوم. باش نزيدك حاجة أخرى أنا وهي زادة ولات منتشرة برشا، هو التوتر والعصبية اللي عند الناس. أكثرية الناس توا معناها، وهذا نلاحظوا فيه مش فقط نحن كأطباء، حتى الأولياء ولاو يلاحظوه، الأساتذة يلاحظوه، المعلمين يلاحظوه، الحياة حتى التجار، علاقات الناس ولا فيها كثير من التوتر ولا فيها كثير من العصبية. إذا تأكدوا أن من أسبابه، هناك عدة أسباب لهالشيء هذه، ضغط الحياة، المشاكل اللي تعيشها الناس، ولكن تأكدوا أن سبب من أسباب الرئيسية لهذه العصبية الزايدة على اللزوم وهذا التوتر هو قلة شربان الماء. قلة شربان الماء يعمل الشيء هذا. أنا مش تعطيكم زوز أمثلة. مريض السكر ديما عطشان مسكين، لأنه هو يحتاج إلى الماء لأنه يتبول كثيرا، ولذلك يفقد كمية باهية من الماء. كفقدانه للماء وكإحساسه بالعطش وأنه ديما عطشان، شوفوا أكثرية الناس اللي مرضى بالسكر تلقاهم عصبيين، تلقاهم نرفوزيين. ليش؟ لأنه العطش وقلة شربان الماء عندها دخل فك الحالة العصبية اللي هو فيها. كان محقق، انك تعرف استاذنا الازهر، انه وقت اللي راهو نحن انسان مغشش برشا ولا انسان تخلك فيه هستيريا ولا تخلف في عصبيه، شنو هي اول حاجه نقدموها له؟ نجيبوا له كاس ماء، تقول له اشرب كاس ماء وارتاح. وهذا صحيح، اعمل شريبه ماء، صلي على النبي، اعمل شريبه ماء، وقت اللي يشرب الماء يرتاح. والا وهذا موجود في السنة اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان وقت اللي يغضب اللي يفعل يمشي يتوضا. شنو اللي مش يعمل وقت اللي يمشي يتوضا؟ يغسل وجهه. مش يتصل بالماء. يغسل وجهه. مش يتصل بالماء، مش يبرد بالماء، يمكن يشرب زادة كيف شرب الماء. هذا باش تعرفوا علاقة العصبية. وأنا ديما نقول ونرجع للشباب، وديما نقول ونرجع للوالدين، اللي الوالدين ولاو الان يتهالوا باش يشري له سبيدري ب 100,000 ويشري له الكبوت ولا يشري له الفيستا بك الحسبه، وينساو الصحه، ينساو الصحه. وهذا انا قاعد نلاحظ فيه ان كثير من الوالدين ما نقولش متغاضين برشا، مي
الكوتي هذايا الناحيه الصحيه والناحيه تغذيه اولادهم وابنائهم بالحوايج الصحيحه نقصت شويه، ولاو يتلهاو كيفاش يلبسوا كيفاش يشوف منظره كيفاش يشوف كذا، ولكن اللهو بالصحه الصحيحه مش كعبه ياغورت وكعبه براند، فهمتي شويه؟ هذيك 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 هذاك غلط كبير، فهمتي شويه؟ انه يكون اللهو بشربين الماء، الا ريت ولدك عصبي ولا بنتك عصبيه وفي ساعه تتغشش وفي ساعه تنفعل، وهذا موجود عند الفتيات، اعطيهم الماء، اسقيهم الماء. دكتورنا والله فيما تذهب إليه يعني نصائح نفيسة جدا وثمينة جدا. مستمعي الأفاضل، هذا دكتوركم، وأتذكر أن الكثير اتصل بي وطلب مني بإلحاح أن نستدعي الدكتور عدة مرات. ها هو دكتورنا الصدفي يعطيكم في يعني نصائح ثمينة جدا. دفعناش فيها فلوس، اعطيناش فلوس، هايبو بلاش. وهي نصيحة ثمينة، وهي نصيحة ثمينة للجميع. نخرج فاصل ثم نعود، فلا تذهبوا بعيدا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا مستمعي الأفاضل، مستمعي إذاعة الحياة فهم القيروان للصحة، في برنامجكم المفضل التعلم. عدنا والعودة وأحمد مع دكتورنا المفضل والعزيز علينا برشا برشا، وهو يدلي بعدة نصائح في هذا الإطار، انطلاقا من قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. دكتورنا نواصل، دكتورنا في هذا الإطار نواصل الآن، مش نتحدث على عضو مهم وهو الجهاز التنفسي الروادي متاعنا. نعم. هو الجهاز التنفسي ما يبداش بالرئة، جهاز تنفسي يبدأ من الأنف والحنجرة، وبعد نهبطوا للقصبات الهوائية وللزالفيول والرئة متاعنا. يا جماعة الخير أقول، فهمتيش ولا يا إخواني يا مستمعي الكرام، راه الجهاز التنفسي محتاج إلى الماء. الجهاز التنفسي متاعنا من الأنف حتى للروادي متاعنا الدخلانين محتاج إلى الماء، لأنه الرية وقت اللي تبدأ فيها الرطوبة الكافية، وقت اللي الأنف متاعنا هتنبدأ من الأنف، أنا في الأنف فما غشاء مخاطي اللي هو يغطي الأنف متاعنا من الداخل، ويغطي كيف الحنجرة متاعنا، يغطي زادة القصبات الهوائية. هذايا محتاج إلى كمية كبيرة من الماء، لأنه وقت اللي يبدأ هو راوي، وتعجبني كلمة حاجة مروية، يعني وقت الإنسان تبدأ عنده كنبتة ويبدأ هكا يدلل فيها يرويها يسقيها، وقت اللي تبدأ هذيك مسقية بكمية باهية من الماء، فهي تدافع علينا ضد الفيروسات، تدافع علينا ضد الميكروبات اللي يمكن تحصلوا عليها، وتعاون ياسر على إخراجها وما تخليهاش تدخل للرية من داخل. وهنا الناس الكل تتذكر الكورونا اللي توها رجعت من جديد، تتفكروا أيامات الكورونا عم نول، وقلت عم نول وخاصة في الطنبك متاعها، كل الأطباء أجمعوا على أن من عناصر العلاج لهذا الوباء، الله يرفع علينا في أقرب وقت وعلى جميع المسلمين وعلى الناس أجمعين، نعم، هو شربان الماء. تتفكروا هالشيء هذايا اللي كل الأطباء أشرب الماء، أشرب الماء راهو يعاونك باش تخرج من الكورونا، أشرب الماء راهو يعاونك باش ترتاح، ما تخليش الفيروسات يسيطر عليك، ما تخليش الفيروسات يوصلوا للرية متاعك من داخل، وهذا الكل بفضل شربان الماء. مش فقط شربان الماء، بل استعمال الماء اللي نبداو نحن نستنشقوا ونستنثروا، هذيك ما بالماء تتعمل، هذيك راهي حاجة مهمة ياسر. وأنا بالمناسبة احنا تو وقت برودة، تو هذا شتاء، أكثرية الناس مستبردة، أكثرية الناس تخنخن، أكثرية الناس تكح، يبقى نقول لهم أنا أشربوا كمية باهية من الماء، استنشقوا واستنثروا كثير من المرات،
وسترون أنكم تشفون، وخاصة في البداية دوب ما يبدأت البرودة ويبدأ خشمك يقطر وتبدأ كذا عليك بالماء، شرب الماء باش يروى البدن نتاعك، بشكل المخاط هذاك اللي من داخل يبدأ بكمية وافرة، ما يبدأش يشايح بحيث أنه ينجم يدافع وينجم يخرج أكل فيروسات، والرواري نتاعك يبدأوا سالمين. هذه الأولى. وثانيا الاستنشاق والاستنثار، وهنا بربي نحب نحل قوس، فما حاجة ربما تضحك بعض الناس ولكنها مفيدة ياسر، وجربوها جربوها علاش بالمناسبة توا وقت بريد ووقت جريبات ووقت كذا. الكركم وقت اللي يبدا الانسان يبداه الرشح، يبداه البرودة، يبداه الجريب، ننصحكم اعملوا كاس ماء ماذا بيا يكون دافي، حط فيه شطر مغرفة كركم وابدا استنشق واستنثر عدة مرات، وتفكرني بعد نهارين ثلاثة البرودة تمشي على روح. أبداها من اللول. توا برشا ناس يقول لك شو كركم، أنا الكركم أنا نحط فيه في الماكلة. يا سيدي الكركم حطه في الماكلة، راهو مفيد ياسر ياسر ياسر. وإن شاء الله في حصص أخرى عندما نتحدث عن الغذاء وعن التوعية الغذائية، لكن إحنا اليوم نتحثوا على الماء، حط فيه شوية كركم واستنشق واستنثر عدة مرات، وسترى أن البرودة تقف في ظرف النهار وماكسيموم في ظرف 48 ساعة لا تقعد عندك برودة ولا يقعد عندك حتى شيء. هذه عيادة ما غير فلوس، هذه فهمت دكتور. أشرت وانت تتحدث ذكرتني بحاجة، وانه الاستنشاق والاستنثار نعمله 5 مرات يعني في الوضوء، وهو سنة مع الاستنشاق والاستنثار. لأنه الاستنشاق والاستنثار 3 مرات. اي ثلاثه في 5 يعني 5 مرات احنا في الولد، وانت عامل في 3 تولي هذه اقل حاجه معناتها. اذا كان ربما تتوضا اكثر من مره ما شاء الله معناتها، فهمت؟ اذا هو الوضوء الذي هو في النهايه طهاره معناتها، فهمت؟ امرنا به ربي سبحانه وتعالى، شوف قداش فيه من يعني نصائح طبيه ونصائح صحيه. نعم هذه هذه الفوائد معناتها، فهمت؟ ولذلك نعود فنقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني ما غير ماء يموت تقريب الكون بكله ينتهي. لا 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 ما يقعد في شيء، لأنه نعم أصله من الماء ويحتاج إلى الماء. وهذه الوسائل كيف نستعمل الماء، كيف نستعمل الماء، وخاصة بالطبيعة التركيز بتاعنا على الماء هو على شرب الماء. الآن مش ننتقل إلى جهاز آخر وهو اللي تعرفه أكثرية الناس، وهو الكلاوي والمجاري البولية. نعم. أشكون ما يعرفش باللي المجاري البولية والكلى متاعنا هي محتاجة إلى الماء. نعم. المشكلة أنه إحنا ما نفكروا فيه الموضوع هذايا وما ننتبهوا له، وما الإنسان يولي هكا يركز فيه شوية إلا إذا كان وقعت له مشكلة. هاو عنده حجرة في الكلاوي، هاي عافانا وعافاكم الله، هو عنده حرقان في البولة، هو عنده أوجيع، وهذية وهو شيء طبيعي، لأن الكلوة ربي خلقها باش تصفي الدم من السموم اللي يمكن تكون موجودة عن طريق التغذية، عن طريق الأدوية اللي نستعملوها. السموم والترسبات هذه هي اللي تسبب الألام، هي اللي تسبب في دخول جراثيم بحيث أنه الإنسان يولي عنده معناها حرقان في البولة، وهي اللي تسبب في الحجر متاع الكلام. هذه شنو دواها؟ الماء 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 الماء. دكتور الحديث يعني عن الماء وأهمية الماء ومنفعة الماء هو يطول، والحصة هي الحصة يعني الزمن متاعها قصير، فهمت؟ يعني سأواصل معك الكلام إن كان في العمر بقية في الحصة القادمة إن شاء الله، لأن والله غالب الوقت متاع الحصة ديما قصير. مستمعينا الأفاضل يعني تلاحظون ما للماء من أهمية، وما هي من منفعة الماء، ولذلك نبه إليه سبحانه وتعالى فقال وجعلنا من الماء كل شيء حيا، ونبه ذلك إلى ذلك سيد الخلق
ويوصينا بأن نحافظ على هذا الماء. يقول في معنى الحديث أو كما قال: اقتصدوا في الماء ولو كنتم على باب نهر، على باب نهر. هذا مما يدل على أهمية الماء. أحسب مستمعي الأفاضل أنكم استفدتم إلى حد كبير من معلومات صحية من قبل ما كانش عندنا أحبابنا مكارينا، ما كانش عندنا بها علم. دكتور، ملاحظة صغيرة إذا كان عندك، لأنه انتهى وقت الحصة إن شاء الله المرة الجاية. إن شاء الله أنا أعد مستمعي الكرام أنه في الحصة القادمة إن شاء الله سنواصل في المشاكل والأشياء اللي يمكن تقع للإنسان عندما يقلل من 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 شرب الماء. فالحصة القادمة إن شاء الله نواصل فيها الإطار ذي على المشاكل من قلة شربين الماء، ثم سنصل بطبيعة للناس اللي هي تستنى فيه وحشتها فيه، هو الـ كيف شرب الماء هو دواء وشفاء، وسنرى كم من وكيف. شكرا دكتور. اذا مستمعي الافاضل، مستمعي ذات الحياه اف ام، اوشكت الحصه على النهايه. نشكر يعني مستمعينا الافاضل، مع الشكر موصول لدكتورنا الفاضل فيما ذهب اليه وفيما ذكر من نصائح صحيه ثمينه ونفيسه. كذلك الشكر موصول لاخينا احمد مخلوفي في التاثيث والاخراج، مع تحيات الدكتور لازهر بن علي البريكي. الى اللقاء. تعلم.